السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا وسهلا. الله يسعدكم. خلونا اليوم شوي نعرفكم على طريقة عمل السمادة. فيه كثير منكم يعرفها، ولكن اللي ما يعرفها هذا شوي شرح بسيط نعطيكم إياه. طبعا السمادة هي اللي منها توزع العناصر والمغذيات للنبات، اللي هو عن طريق السقي. طبعا هذه السمادة مختصرة ومفيدة للعمل، وبس انها تبغى لها طريقة التركيب تكون يعني بطريقة جيدة، على اساس انه نستغل المساحة الصغيرة حقت هذا. خزان تقريبا 1000 لتر، خزان ترى يعني سعره حتى تقدرون تجيبونه رخيص. طريقة العمل عشان نشرح لكم اياها الحين بامور سهلة. هذا خط الري جاي من هنا، هذا يغذي الخزان، يعبيه الموية، وبنفس الوقت يفرغ من الخزان بعد إضافة العناصر إلى خط الري. هذا خط الري الرسمي. هنا نجيب المويه من هنا، أول شيء نجيبها الله يسعدكم ونعبي السمادة من البايب. هذا يكون عندنا مغلق، فتحة الخزان هذه تحت، هذه تكون مغلقة من الداخل، نعبيها. هنا نفتح المحبس، هذا يكون مفتوح، تجي المويه من هناك وعلى طول هنا تعبئة للخزان. هذا هو هنا نعبي الخزان، الله يسعدكم. هذا بعد ما نعبي الخزان نضيف الأسمدة أو العناصر أو الأشياء هذه، وحتى ماء الكمبوست إذا أنتم حابين تستخدمون أي شيء يعني لتغذية النبات. هذه المرحلة أنه خلاص عبينا الخزان. بعد كذا عملية الخلط، بعد كذا نقفل المحبس، هذا يقفل ويبقى لنا المحبسين، هذا مفتوح نخليه، المحبس الآخر هناك مفتوح. نشغل الدينمو. الدينمو طبعا هو اللي حكم الدينمو حجمه، حجم الخزان اللي عندك، هذا حجم السمادة. نشغل الدينمو يسحب لنا من الأسفل ويرجع من طريق الخط هذا، عن طريق يرجع لنا الموية هناك للخزان. فهنا يكون عملية خلط للمواد اللي احنا أضفناها، العناصر داخل الخزان. لما تنخلط المواد بشكل جيد خلاص احنا نفتح المحبس هذا، ويكون خط الري وقتها شغال. خط الري هذا يكون شغال على طول، مودي الموية للمزرعة أو المزروعات. نفتح المحبس هذا، وبعد كذا نغلق المحبس حق الراجع اللي يرجع لنا الموية للخلط. خلاص أصبح عندنا سحب من الخزان وعن طريق المضخة وللخط تغذية النبات اللي هو هذا هو خط الري الرئيسي. بكذا احنا نكون وفرنا جهد وطاقة وعمل، والتكاليف صراحة بسيطة جدا، يعني كل واحد منكم يقدر يسويها عنده بالمزرعة، وحتى اللي عندهم حدائق منزلية يعني تكون شوي فيها شبكة ري ترى هو بسهولة. يعني انا انصح فيه برضو الفكرة هذه، انصحها فيها الناس اللي عندهم حدائق منزلية انهم يسوون خزان زي كذا. طبعا الخزان مو شرط يكون 1000 حديقة منزلية يكفيها 200 لتر، بحيث انه يكون هو مصدر تغذية النبات بالعناصر عندك داخل الحديقة هذه. والمضخة هذه او الدينمو جيبوا يعني اقل طاقة، بحيث انه تكفي الموجود عندكم بالخطوط الري حقت الحدائق المنزلية. لكن الفكرة هذه تراها جميلة ومريحة وما فيها اي تكلفة، ربما تقدر تأمنها كلها اولها واخرها، ما تكلفك يمكن بالريال السعودي خلينا نقول لكم يمكن 300-400 ريال، إذا جبنا مضخة صغيرة على فرضنا أنها الحدائق منزلية مثلا. فالفكرة هذه تراها مفيدة لكم جدا ومريحة. طبعا أصحاب المزارع الكبيرة احنا نستخدمها هنا لتغذية مزرعة كبيرة، فهي المصدر اللي من خلاله نغذي النبات بالعناصر. وأرجو أن تكون واضحة الفكرة. هذا الخزان انتهينا منه، هذا خط تعبئة الخزان بالماء وبنفس الوقت للخلط لتدوير العناصر داخل الخزان. هناك نسحب الموجود المياه داخله مع العناصر، نسحبها ونطلعها من هنا بعد ما ينفتح المحابس هذه تنفتح. بعد ما نفتح خط الراجع، ما نفتحها وخط الراجع خط تغذية المياه مقفل، لا تكون مفتوحة الماسورة أو البايب اللي يغذي النباتات. وبكذا خلاص أصبح عندنا سمادة سهلة وجاهزة للاستعمال يعني. فأنا أنصحكم فيها الحقيقة، حتى اللي عندهم منازل حدائق منزلية بسيطة تراها مفيدة لكم. والله يسعدكم، مع السلامة.